أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم زي ما احنا متعودين على بعض الفقرات، وبعدين ندخل في الموضوع الرئيسي بتاعنا. هنتكلم شوية عن موضوع التقية. أظن أنا قبل كده تطرقت للموضوع ده، اللي هو من أساسيات الشيعة. التقية يعني أنك تخبي اللي جواك وتظهري شغلة للعدو اللي قدامك أنه ما يشكش فيك. يعني مش تقولي ده نفاق ولا تقولي ده كذب، لا، دي موضوع اسمه التقية عندنا في ديننا. بيقول لك ان كان الامام الحسن العسكري عليه السلام قاعد في مجلس، فدخل واحد في المجلس بيقول لواحد، واحد بيحكي للامام بيقول له جه واحد صاحبي بيسألني وبيقول لي تعرضت لواحد من النواصب، جماعة من النواصب اللي هم بيكرهوا اهل البيت، مسكوه وقالوا له ايه رأيك في بتعتقد ان اللي جه بعد رسول الله صح اللي هو ابو بكر، ولا عندك رأي تاني؟ فهو بسرعة كده شغل دماغه وقال لو أنا قلت لا حيموتوني من الضرب، ولو أنا قلت حخالف ضميري وحخالف ديني. فارتبك كده وقال لهم ايه، نعم. قال أنا أصبت بكلمة نعم الأنعام، البقر والغنم والنعم. فقالوا له احلف، فقال ايه والله ومشي. فبيقول لصاحبه بيقول له لو شافوني كمان مرة هيمسكوني وحيحلفوني وحيشددوا علي اعمل ايه؟ قال له بس يمسكوك قل لهم احلف وقول والله. فقال هيقولوا لي اكسر الهاء، احنا عارفين ان اليمين بكسر الهاء يقع، يعني لو قلت والله يقع اليمين. فقال له لو شددوا علي بالهاء، فقال له قل لهم والله والله، لان كلمه والله بالفتحه مش يمين، اليمين هو والله هي. فهمتي؟ فالامام الحسن العسكري سامع الكلام، فشوفي شو قال له. قال له انت كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال له ان الدال على الخير كفاعله. انت لما تدل انسان على خير تبقى زيك زي الانسان اللي بيعمل الخير بالظبط، يعني تاخد نفس الثواب. يعني مثلا تقولي لو واحده في هنا ناس عايزين تبرعات اتبرعي لهم، فما هي تتبرع. لو انت ما تبرعتيش ان مجرد دلتيها بتاخدي نفس الثواب، لانك انت الدال على الخير كفاعله. قال له كتب الله لصاحبك من التقيه، لأنه استعمل التقية، بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا، وبعدد كل من ترك التقية. أدناها حسنة لو قوبل بها بمئة ذنب غفر له. يعني أنت فيك تعمل التقية. يعني مثلا في ناس بتروح على السعودية بتقول إن بيصلوا مع وراء الإمام هناك، وبيكونوا منزلين إيديهم فبيجوا بيضربوهم في ظهرهم، أو بيشيلوا الحجر، أو بيضربوهم وهم ساجدين. استعملي التقية وانت هناك، ولو ان دلوقتي محدش بيحس بحد، بس لو انت حسيتي نفسك في خطر استعملي التقية. يعني مثلا مرة واحد مسكوه، وكانوا برضو جماعة من النواصب، مسكوا واحد شيعي متمكن، فقام قالوا له مين في رأيك اللي يتولى الخلافة وراء رسول الله؟ شوف الكلمة اللي قالها لهم، كلمة تحير وحيرتهم وهو نفد. قال لهم من كانت ابنته تحته. يعني تفكري فيها، من ابنته تحته ممكن تكون عائشة وممكن تكون فاطمة تحت علي. فحيرهم ومشي، ما قدروش. هذا استعمل التقية بذكاء. بعض الأقوال في الوضوء يمكن دي قلناها قبل كده بس برضو منعيدها تاني. إذا سميت عند الوضوء طهر جسمك كله. يعني مثلا ما تيجي تتوضي لازم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، فاهمة؟ لو قلتي بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء جسمك كله بيطهر. لو قلتي بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء جسمك كله بيطهر، إنما لو ما سميتيش بس أعضاء الوضوء هي اللي بتطهر. فتعلمي إنك تسمي. وبيقول لك إن الإنسان بعد ما يخلص الوضوء هو
في آخر يعني بينشف. لو قريتي آية الكرسي بتاخدي ثواب الثقلين، يعني اتعلميها وخليها ورد معاكي. بس تخلصي الوضوء آية الكرسي على طول وراها، وبس تبتدي الوضوء تسمي إن لله ملكا يكتب صرف الماء. خدي بالك حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لك لو أنت على نهر ما تكبش المية كتير. احنا ساعات نقعد نمسك الفرشاة ونغسل سناننا والحنفية نازلة، مش كده؟ فيها عبال ما تخلصي. لا، في ناس بتفضل الحنفية تكر 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 وهم بيغسلوا سنانهم، ويروحوا يتكلموا يبصوا هنا ويبصوا هنا والحنفية غلط، لأن الماء ده محسوب علينا. فبيقول لك في ملك بيكتب صرف الوضوء. عارفة يعني ايه صرف الوضوء؟ يعني استهتارك بالوضوء. كمان إذا قمت لليل في صلاة الليل استعمل السواك. هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دلوقتي إحنا ما عندناش سواك، عندنا فرشاية ومعجون. فأنت لو تعودتي أنك تغسلي سنانك كل ورا كل وضوء بيكون كتير أحسن، تكون نفذتي كلام رسول الله. لأن هو الحقيقة الصبح لما بتقومي بتصلي، او اللي بيصلي صلاه الليل، اول ما تقومي لصلاه الليل لو غسلتي اسنانك بالفرشاي والمعجون وتوضيتي واكلتي حاجه زي ما قال لك الامام الصادق المره اللي فاتت، اشرب شاي كلك كاسه لبن قرن موز اي حاجه عشان جسمك يفوق، لان الجسم بيبقى نايم كمان، فعشان جسمك يفوق ويصحصح معاك ويخليك تقدري تكملي صلاه الليل كل حاجه عشان يشتغل، تبتدي الاجهزه جوه تشتغل. ف تعودي انك تغسلي اسنانك، لان بيقول لك في ملك بيحط تمه على تمك كل كلمه بتقولها بيوصلها لله. فانتبهي ان لازم يكون ريحه نفسك نظيفه، مغسله باسنان، غسله بالفرشاي وماكله حاجه وتبتدي تدخلي في الصلاه. لو اتوضيتي وانت في الوضوء مثلا جالك تليفون، حد خبط على الباب مثلا، غسلتي وشك وايديكي ورحتي تفتحي الباب، ردتي على التليفون، نشف عليك الوضوء. لازم تعديه من اول وجديد، مش ترجعي تكملي تقولي امسح وخلاص، لا تعديه من اول. اذا نشف لازم تعديه من اول وجديد. الامام الرضا عليه السلام سئل ليه كان غسل يوم الجمعه واجب. انت عارفين ان عارفين كلنا ان بنعرف ان يوم الجمعه لازم الواحد يتحمى سواء رايحة على الجامع أو مش رايحة على الجامع، إنما ده غسل يوم الجمعة واجب. فهنا بيقول لك سألوا الإمام الرضا ليه غسل يوم الجمعة واجب، فشوفي شو قال له. إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة. يعني اللي بيصلوا نوافل بت 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 بترقع في صلاة الفريضة الغلط. صلاة الفريضة احنا لازم عارفينها لها شروط ولها أداء. يعني إقامة الصلاة غير انك تصلي. الصلاة لها حدود، عارفة حدود الصلاة 4000 حد محدش يقدر عليها، بس يقدر عليها المعصومين عليهم السلام. انما احنا يدوبك ما نؤدي الصلاة. فإذا لما تقومي تؤدي الصلاة الصلاة اللي بتأديها، انا قلت لك ان لازم الواحد يكون ذهنه حاضر، يعني ما توقفيش في الصلاة وانت مشدودة لحاجة تانية. اول حاجة تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لانك هتبتدي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم تبتدي تركزي نفسك وتحطي نفسك، يعني بصي حطي نفسك وانت في الصلاة انك هتقفي بين حضرة الله. وبقول لك لو اطلع الانسان وهو في الصلاة على لو تفتح قدامه الغيب لما قدرش ينفذ منها ابدا، يعني خليني واقف، لان بتتفتح قدامك ابواب بس احنا ما بنشوفهاش. بتكون بينك وبين ربنا خط، حواليك ملائكه وقدامك طريق نور، وربنا سبحانه وتعالى سامعك ومنظر رهيب. فتخيلي انت بالمنظر الرهيب ده وانت بتصلي وعقلك في الطبيخ اللي على النار وعقلك في الواد اللي بيبكي وعقلك في بعرفش ايه وعقلك، ده كله كلام فارغ. صفي نفسك وقفي بين ايدين ربنا، انت في حضره الله. تخيلي بقى انت في حضرة الله يكون منظرك ازاي. وبعدين بقول لك اذا بديت الصلاة بالأذان والإقامة وقف وراكي صفين من الملائكة، والصفين الملائكة دول استغفارهم وصلاتهم انت بتغذيها إلك. فبشوف ناس كتير انا لما بيصلوا على طول بيقف الله اكبر ويروحوا مكملين الصلاة، ما بينفع، لان انت مش فقدت على خسرت انت ثواب الصفين من الملائكة اللي وراك. فصلي أقم الصلاة، أدن وأقم، وبعدين أدخل في الصلاة.
الصلاة بتكون لها وضع ولها رهبة ولها حضور. فعشان كده لما تيجي تقفي في الصلاة اقفي قبلها بخمس دقايق كده، اشحني نفسك انك هتقفي بإيدين الله، ان الملائكة وراكي، عشان يبقى ذهنك صافي وانتك متجهة لله، لان اي ركعة بتسهي فيها راحت عليك. لك من صلاتك ما عقلت منها، اللي بتعقله منها ويكون ذهنك حاضر بتحسب لك. يعني أربع ركعات الظهر مثلا، سهيتي في الركعة الثانية راحت عليك صليتي ثلاثة، سهيتي في الركعة الرابعة راحت عليك صليتي ثلاثة. يعني عارفة الركعة الأولى والثانية مهمين، لأن احنا عارفين أن الصلاة فرضت اثنين، صلاة اللي ربنا فرضها علينا اثنين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمل التنين التنين في الصلاة الرباعية. يعني مثلا عندك صلاة الصبح هي زي ما ربنا فرضها، عندك صلاة الظهر اثنين، إنما الاثنين التانيين دي اللي حطهم رسول الله. وعشان كده إحنا في الأولى وفي التانية بنقرأ الفتحة قل هو الله أحد، والفتحة وإن أنزلناه، لأن قال لك مفيش صلاة من غير قل هو الله أحد. وإن الإنسان لما بيقول يقرأ سورة إن أنزلناه في الصلاة معناته إن دي سورة أهل البيت. الركعتين التانيين اللي هم اللي حطهم الرسول بنقرأ فيهم التسبيحات. وعشان كده لو غلطتي في الاثنين الأولانيين بتعيدي صلاتك، لو غلطتي في التانيين الاثنين الأخرانيين بتسجدي للسهو. فانتبهي، فالركعتين الأولانيين مهمين، لازم يكون ذهنك حاضر فيهم تمام تمام تمام. وكل ما تسهي استعيذي يعني مثلا حتى لو قلتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لقيتي نفسك هتسهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين، على طول استعيذي بيه بالله منه. فكملي صلاتك وانت بذهنك حاضر. فانا بقول لك ان صلاة النافلة بتكمل صلاة الفرض. يعني مثلا صليتي قيام الليل، صليتي صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء، صليتي زي ما انا قلت لك وعودتك ان بين الظهر وبين العصر ركعتين شكر لله، تفصلي بين دول وبين دول. فاذا صليتي النوافل دي وكنت سهيانة في ركعة من ركعات الفريضة دي بتسد دي. فهمتي؟ زي بنك، صلاة النوافل بنك، بتاخدي من هنا بتسددي هنا، بتاخدي من هنا بتسددي من هنا. وبعدين أنا صلاة الليل اتكلمت عنها كتير مرارا وتكرارا وقلت لك فايدتها لا تعد ولا تحصى أبدا، لأن لا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة عين. لأن صلاة الليل هي الصلاة اللي ما فيهاش نفاق أبدا، أنت لوحدك في الضلمة وبتتكلمي مع ربنا وبتصلي لربنا، وإن حضور السكون والهدوء اللي انت بتكوني فيه بيديك روحانية عالية خالص. وبعدين فهمتك قبل كده قلتلك إن وانت بتصلي في غرفتك أول حاجة لازم يكون لك مكان معين تصلي فيه، المكان المعين ده هو ده اللي هيبكي عليك لما تموتي بعد عمر طويل. مكانك في غرفتك وانت بتصلي الكاميرات شغالة حواليك بيلقطولك صور، كلامك متسجل وصورك متسجلة وحتى أفكارك متسجلة، فكل ده محسوب عليك. ما تفتكريش إن ربنا خلقنا عبس أبدا، ربنا خلقنا عشان خاطر يحطنا في اختبارات ويشوفك ويشوف نيتك ويشوف تصرفاتك ويشوف التزامك معاه. يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه إن في وخصوصا في الخلوة لما تخافي مقام ربنا، يعني تكون معاكي موقف ان انت قاعدة فيه لوحدك وفي مكان تعملي فيه معصية محدش شايفك خالص، انما لو خفتي ربنا في الموقف ده إلك جنتين. فهمتي؟ يعني مثلا واحد بيكون قاعد في مكان ولقى قدامه مصاري واخدها وحطها في جيبه وراح، هذا محسوب عليك المصاري دي، هتطلع عينك بعد كده في يوم الايام، يا اما تتركها يا اما تسلمها للناس امناء يتصرفوا فيها. واذا ما قدرتش بتحطها معاك لمده معينه طبعا في الفقه عندنا، وبعدين بتتبرع بها عن روح صاحبها. المهم هل قال لك صلاه النافله بتغطي صلاه الفريضه؟ وبعدين هنا صيام الفريضة اللي هو بتاع يوم بتاع شهر رمضان، كمان لو صمتي انت في رجب ولا في شعبان ولا في الخميس والتنين والحاجات دي كلها بتسدد لك الايام بتاعه اللي راحت عليكي في صلاة الفريضة. يعني هي الايام لازم تقضى، فهمتي ازاي؟ انما لو غلطتي في الايام دي او سهيتي او عملتي اي حاجة بتسدد لك، لان ربنا رحمته وسعت كل شيء. وعلى فكرة كمان بالمناسبة قبل ما انسى، انا لسه قريها جديد ان الامام المهدي عليه السلام بيقول ان
ما نصومش شهر شعبان كامل ورجب وشعبان كاملين، 15 يوم من هنا و15 يوم من هنا عشان يقوى جسمك على شهر رمضان. احنا كنا زمان منصومهم مع بعض. بعدين يبقى قلت لك انا اتم صلاه النافله، صلاه الفريضه سددها بالنافله، صيام الفريضه سددها بصيام النافله. هلا غسل يوم الجمعه يغني يعني يعوض لك الخطا في الوضوء الاسبوع كامل. إذا أخطأتي في الوضوء، عملتي إشي غلط في الوضوء، يعوضهولك بغسل يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة لازم تكوني قايمة من النوم متحممة تمام تمام. بعدين أنا اتكلمنا برضو زمان عن سجدة الشكر. سجدة الشكر مهمة قوي، ويمكن كلنا بعد ما اتكلمنا عليها السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها ما نعملها، بس أنا برضو أقولها للي ما سمعنيش. سجدة الشكر بعد ما تخلصي كل صلاتك لازم توطي تحطي راسك على القرص وتسجدي سجدة الشكر. شوفي هنا بقول لك هي سجدة واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وترضي بها الملائكة. إن العبد إذا سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الباب وقال لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أدى فرضي وأتم عهدي وسجد لشكري، سجد لي على ما أنعمت عليه، ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا رب جنتك. فيعيد السؤال تاني: يا ملائكتي كذا كذا كذا، ماذا له؟ فتقول يا رب رحمتك. فهنا اسمع ربنا شو بيقول ايه: يا رب رحمتك. فتقول ويقول الله تعالى: اشكر له كما شكر لي. شوفي رحمة ربنا العظيم، اشكر له كما شكر لي واقبل عليه بفضلي واريه رحمتي العظيمة يوم القيامة. كل دي من سجدة واحدة ورا الصلاة، ما تنسيهاش، حطيها في دماغك. الوضوء وسجدة الشكر لازم يكونوا دول في دماغك ما يروحوش أبدا. دايما الناس بتتصل وبتقول لي إن شفت منام ومزعج وأزعجني وبعرف شو إيه وبعرف شو إيه. الإمام الصادق عليه السلام بيقول لك إن لو الإنسان شاف منام مزعج، منام شيطاني، عليه إنه يتقلب من الناحية دي للناحية التانية ويقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. تقوليها الكلمة دي وتتقلب على الناحية التانية، بيروح المنام ومش ضروري تفسري. النهاردة ندخل في الموضوع الجديد بتاعنا اللي هو أيام الله في القرآن. طيب نقف لغاية كده ونكمل الحلقة الجاية.